الأيام الماضية لأنه يمتلك مهارات عالية ولدينا كرة ممكن. الله الله الله، هذا اللي ما له حل، الجزراوي ريكاردو الذي يعتلي قائمة هدافي المسابقة الآن. أوه يا أوليفييرا، بهدف جميل، بهدف رائع، ابتسم أنت جزراوي، افرح أنت فخر بضبي، هدف أول للجزراوي ويريد الحفاظ على المركز الأول. لاحظ ريكاردو أوليفييرا، يا الله، كرة في المكان الحلو، مررت بطريقة جميلة وأرسلت بطريقة جميلة وانتهت بطريقة جميلة للجزراوية، وعلى ذلك عاد سجل التعادل وتقلب النتيجة، وهذا الأمر حدث في المباراة الماضية. ولدينا الآن باري يتقدم للأمام، جول، الله، هذا أمر من الخيال يحدث للجزراوية، في دقيقتين يجلبون النتيجة ويحاولون تأخرهم إلى فوز، وهذه المرة عن طريق باري. باري، إنها انتفاضة البطل، في الجزيرة قوة وفي دورينا هم أكبر قوة، ثاني الأهداف في شباك صقور راك، والجزراوية يقولون يا الدوري حنا وراك وراك. لاحظ باري ولاحظ اللي، شوف النظرة، شاهد النظرة ووضع الكرة بهذه الصورة، والجزراوي يا منافذ الخلفية رغم أن هنالك بعض الهفوات في الأيام الماضية، لكن لدينا محاولة الآن موجودة وكرة هدف ثالث ممكن الآن. جزراوي لا زاد، جزراوي ثالث، هدف جزراوي ثالث في الأيام التي يحتفل فيها الوطن بعيده الأربعين. الجزراوية في دورينا بيحتفلون بطريقتهم الخاصة. يا سلام على عبد الله، شوف شوف شوف، استلمها وروضها وأرسلها وسجلها، الفورميلا بتعلن عن انطلاقة المسيرة. نعم، مسيرة البهجة ومسيرة السرور، والكل في الجزيرة مسرور بعد ثلاثية جزراوية مثيرة مثيرة مثيرة. لاحظ ردة الفعل الجزراوي عليه، لاعب بحجم ريكاردو أوليفييرا لا يترك وحيدا، هذا أمر طبيعي جدا. عادت مرة أخرى ريكاردو أوليفييرا وقطع الكرة، وريكاردو أوبا، من ملعب محمد بن زايد الجزراوي بالفوز عايد عن طريق ريكاردو أوليفييرا، وتاريخيا هذا الهدف رقم 60 للجزيرة في مرمى الإمارات، رابع الأهداف الجزراوية، والجزراوي ما يرحم، أربعة في مرمى الأهلي، أربعة في مرمى عجمان، أربعة في مرمى الإمارات، وهكذا هو الجزراوي يواصل تألقه، ما في حد يغلط أمام ريكاردو أوليفييرا، يا جماعة ما في حد يغلط أمام ريكاردو أوليفييرا، من أنصاف الفرص يسجل، ما بالك بفرصة كاملة، يا فنان عزف لقطة حلوة وسجل هدف.